فرينة، عندي خميرة كيميائية، عندي حبة بيض، عندي كمية تاع السانوج، وعندي أيضا سكر هنا، يعني السكر والملح لازم يكونوا كما على بالنا في العجائن. هذا فيما يخص العجينه تاع الخبيزات تاعنا. اما الفرص تاعنا او الحشو تاعنا راح يكون فيه لحم مفروم، عندنا بصل، عندنا ثوم، عندي هنايا مايونيز، عندي ايضا زيتون، عندي فرماج بلون، وعندي هنايا حبه تاع طماطم راح نقطعوها دي روندال باش نزينوا بها الخبيزات تاعنا. اول حاجه راح نديروها هي دائما وابدا نبداو في العجين، العجين هو الاولاني كيما مالفين على بالكم. العجين نديروا فيه الخميره، خميره الخبز، هذه الخطره هي خميره كيميائيه، ان باكي تاع خميره كيميائيه في حوالي 500 غرام تاع فارينا، يعني هذه هي الكميه اللي نسحقوها. وعندي هنايا ايضا حبه تاع بيض، وبلا ما نساو زيت عادي، زيت عادي راح نديروا حوالي فنجان تاع زيت عادي. الحاجه الاولى كما قلت لكم راح نديروا العجينه، ناخذ الفارينا فوالا 500 غرام تاع فارينا، رايح ندير معاها كميه تاع الزيت، زيت عادي كما قلت لكم غير فنجان برك يكفينا. عندي كميه تاع الملح، سكر حوالي 3 مغارف تاع السكر، عندي خميره كيميائيه كيس، عندي حبات عبيض كاملة، وعندي شوية تاع السانوج نديره الآن، وخلي شوية باش نزين به من فوق. نخلط مع الأول، فوالا طبعا نرجعوا من غير فتحنا. كما راكم تشوفوا هنايا الفارينة او العجينة تاعنا رايح نديروها في البيترا، هاي ليك كما شفتوا درت 500 غرام تاع فارينة، درت ايضا خميرة تاع خميرة كيس خميرة كيميائية، 3 مغارف تاع السكر، مغرفة تاع الملح، عندي قليل تاع السانوج، وايضا حبة تاع بيض. بعدها نديروها في البيترا ونخلوها يعني تتعجن. وهنا نطمها يعني بالماء عادي، ماشي شرط انه يكون الماء دافي، نطمها بالماء يعني يكون عادي. فوالا هاي العجينة تاعي واجدة كيما راكم تشوفوا. هذه العجينة اللي تحصلوا عليها تاع الخبيزات تاعنا، خلوها تريح يعني تروبوزي. بعدها رايح نقرصوها يعني نديروها على شكل دوائر، نخلوها يعني ترتاح شوية. بعدها راح نطيبوها في درجة حرارة 180 وتطيب حوالي 20 دقيقة. هذا فيما يخص لاباط تاعنا كيما شفتوا، هاد لاباط تاع الخبيزات ماهوش دي زومبورغور ولا سي دي باط كيما نقولوا حنايا عجينه عاديه. هاد العجينه نقدر نقولوها يعني خبز الدار يعني عادي، فضلت اني نديرها بهاد الطريقه. الان نروحوا لافارس، لافارس تاعنا اللي فيها لحم المفروم، رايح ندير مقله نخليها تسخن، نطيب
يعني لي بول تاعنا تاع فيون داشي في المقله، خليو المقله تاعنا تسخن، وما بيد نوجدو حنايا لا فارس تاعنا. هنا كيما على بالكم عندي لحم مفروم، عندي البصل، كمية تاع البصل حوالي حبة تكون متوسطة، نخدم مليح لافيون داشي تاعنا مع نديرو لها كمية تاع الملح، ونزيدو نديرو كمية تاع الفلفل الكحل، الملح وأيضا شوية تاع الفلفل الكحل. فوالا نديرها كمية تاع الزيت عادي، بعدها رايح نفيريفي نشوف اذا كان سخنت لي شويه المقله، راح ندهنها بشويه تاع الزيت ايضا المقله تاعنا، فوالا هاي ليك افيك ان بابي سويتو، رايح نمشي كامل هذيك الزيت فوالا، ورايح نشكل تيبولات تاع اللحم المفروم. بهذه الطريقة خليك حتى نكمل كامل لا كونتيتي تاعنا، ودي بريفيرونس نخلي شويه ديال تاع بين حبه وقتها، لاني من بعد راح نبلاطيهم شويه. فوالا ناخذ كويار اون بوا هايليك، ونخدم لا فيون داشي تاعي بهذا الشكل. نقلبهم اكيد نطيبهم مليح. فوالا هاي ليك، هنا نطيب مليح لا فيون داشي تاعنا، كيما قلت لكم بعدها نشكل الخبيزات تاعي، يعني مدورين عفوا، بعدها رايح ندهنهم بالبيض، نديرهم فوق سانوج، نطيبهم في درجة حرارة 180، بعد ما يطيبوا رايح نقطعوهم على اثنين أكيد، وراح نعمروا الخبيزات تاعنا هذو باللحم المفروم كما شفتوا، بالحبة تاع طماطم، وأيضا نديكوريوهم شوية تاع مايونيز، وأيضا فرماج بلون. هذه هي الكيفية تاعنا تاعنا اليوم، تروحوا مشاهدينا تاخذوا المقادير باش تلاقوا كيف نشوفوا طبق رئيسي. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما خديتو مقادير تاع المقبله، لحقنا واياكم الى الطبق الرئيسي.